لماذا ترتفع نسبة السكر في الدم وتتسبب بخلل كبير في عملية الاستقلاب؟ ما قد يؤدي إلى العمى مثلاً؟ أو إلى فقدان بعض الأطراف؟ للتوضيح، فإن أكثر أنواع السكر شيوعاً هو النوع الثاني، حيث يتوقف هرمون الإنسولين عن القيام بعمله بشكل صحيح، وهو هضم السكريات. فزيادة الوزن والتغذية غير الصحية وقلة الحركة عوامل تزيد من مخاطر المرض. في السابق كان النوع الثاني من السكري يسمى سكري المسنين، أما اليوم فإن عدد الشباب المصابين به بالزياد، لذلك ينصح بأسلوب حياة صحي يساعد على تجنب المرض. لكن يعاني البعض من مخاطر الإصابة بالسكري لأسباب وراثية، خصوصاً في النوع الأول منه. هنا لا يفرز البنكرياس الكمية اللازمة من الإنسولين للتخلص من السكر في الدم، والسبب تعرض البنكرياس للأذى بسبب نشاط جهاز المناعة في الجسم بعد تعرضه لالتهاب فيروسي. يعمل الباحثون اليوم على إيجاد طريقة لتحفيز الجسم على إنتاج الإنسولين.